السلام عليكم غزالة ديالي، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه، تصوموا ان شاء الله وتعودوا وبالصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي ديال السلو، طريقه بسيطه وشي حاجه اللي هي صحيه بزاف وكيجي جديد، والمهم شي حاجه مختلفه. نتمنى ان شاء الله يروقكم من الفيديو ديالي، وغادي نخليكم مع الطريقه والمقادير والطريقه ان شاء الله. اول حاجه الناس غادي يبداو بها هي الجنجلان. كتعرفوا الجنجلان، يعني داك الجنجلان البلدي اللي تيكون لونه شويه اصفر مغلوق، هو اللي تيكون مزيان بالنسبه للسلو، تيكون فيه الميدان مزيان. كنغسلو بطبيعه الحال، كلشي كيعرف غادي يتغسل مزيان، وغادي يتشمش ويشرب الماء ديالو، غادي نحمصو تيتقلى هكذا. انا تنقلي غير في الكوكوط حتى في الدار، واللي سميتو تصيفطو للفران اولا تديرو في الفران، غادي تديرو في شي لاطا وتحمرو في الفران. من الاحسن الا قدرت يعني إذا كل ما كان يصوب بيديه حسن كيتاكد من الحاجه مزيان، ويعرف في الحراره مصوبه بالنقل داكشي صافي. كتبقاي المهم كتبقاي حاضره هكذا الجنجلان ديالك مزيان، ويدك ما كتوقفش على التحرك، كدير البوطه شويه مهيله ويدك ما كتوقفش على التحرك، كتحركي مزيان حتى كتشوفي الجنجلان ديالك شويه تنفخ وتبدل الشكل ديالو صافي وتتحيديه. من بعد كندوزو للوز، كنفسخو هكذايا. كتاخدي اللوز ديالك وتديري شويه الماء يغلي يسخن شويه، كتلحيه فيه يبقى واحد 5 دقائق ما كاملاش، ما كاينش 5 دقائق، ما تخليهوش يشرب. الا خليتو حتى يشرب الماء، داك اللون اللي كيعطي الاخر كيولي يشربو اللوز، كيولي ياخذ اللون كيكحل. يعني غير تخلو في الماء شويه واحد 4 دقائق 3 دقائق هكذا دغيا يخرج، ولكن تكون الماء طايب باش دغيا القشره تحيد ليه صافي. وكنفسخو هكذايا ونشرو على شي زويف ونخليو هكذا يضربو الريح. من الاحسن نخليوه ليله كامله هكذا، خليوه مطلق ونلوحو عليه شي زويف اخر غطيوه، والصباح ان شاء الله صافي ندوزو للعمليه اللي زعما باش غادي يتحمص. انتم كتلاحظوا كيبقى اللوز ديالنا ابيض، ما كياخذش داك اللون الصفر، غير ملي كتحشيه دغيا هكذا وتحيدوه، كتحيدوه في البلاصه كيبقى لنا بويض وتيشعل، وما تيدخلوش حتى الماء دغيا في التحميره. ملي كنجيو نحمصوه دغيا كيتحمص لينا وكيجي مقرمش، ما تيجي شي خضر من داخل، كيجي شي لاوي. انتما كما كتشوفوا اللوز كي لغد ليه الصباح، خليتو حتى لغد ليه الصباح، انتما شفتوا دي الشكل ديالو كي داير. هنا البنات انا خدمت هذه المقله، هذه المقله ديال الفخيط، هذه ديال المعلقه ديال الزيت ديال الفخيط، كنخدمها انا كنخدم هكذا اللوز شي حاجه اللي نحمرها هكذا شي حاجه الاخر. كما كتلاحظوا تغي معلقه صغيره ديال الزبيده، وخليتها كندير فيها 20 دقيقه، وكنخليها كنمشي كنخليها كنقضي شغلات اخرين. كتعرفوا الوليدات وهذه كنطمن كصافي، كنخليها ونخليها كتحمر راسها. ملي كتسميتو كتسكت كتبدا تصوني كنعرفها راه دات شغاله. واللي ما عندهاش ليها الماكينه بحال هكذا، غتاخد اللاطه ديال كيما ديال الفران ديال الضو، ديرها في الفران ديال الضو اللاطه، وديري فيه اللوز ديالك ودهنيه بشويه الزويته، غير باش ياخذ غير شويه الزويته. داك الزويته هي اللي كتخليه ياخذ اللون مزيان باش كيتحمص مزيان هكذاك. اما ديري في الفران ديال الضو ولا ديال الغاز، غير وقفي عليه باش ياخذ اللون زعما ديالو، ياخذ اللون ديالو مقد، ياخذ اللون كامل ما يجيش شي محروق شي صافي. وكنطرفوه. هنا كندوزو الطحين، هنا انا راه كنحمص الطحين ديال الفرس، هو الاول ديال الشعير هو الاول حمصتو، هو راه ما تيتحببش الطحين ديال الشعير، ما تيتحبب شي عكس ديال الفرس، راه كيتحبب كيخلي واحد الحبيبات هكذا ما طايبين شي. انتما كما كتلاحظوا ديال الشعير كيبقى مطلق، ولكن ما كيتحمر شي بسهوله، يعني كياخذ شويه الوقت في التحمار. الفرس لا دغيا تيتحمر، ولكن كيتحبب كيبقاو فيه واحد الحبيبات هكذايا مركبين، يعني كيكونوا ما طايبين شي. ملي كنساليو من التحماص ديالهم كندوزوه ضروري كندوزوه في الغربال هكذا البنات، كيتغربل. ملي كيتغربل دوك الحبيبات ما كنوليوش نمعسوهم ولا ندوزوهم هكذا بيدينا على الصفايه يهبطوا، لان داك الطحين كيكون خضر ما كيكونش طايب، ما خصناش ندوزوه مع الطحين الاخر اللي محمص. صافي كنطرفوه للجنب، اما نعاودو نمعسوه هكذا ونعاودو نحمروه، ولا كندوزوه في شي حاجه اخرى. المهم ما تنعاودوش ندوزو مع الطحين، لان غادي يخلي لنا، الا خلينا هكذاك خضر غادي يضيع لنا السلو ديالنا، اما غادي يغمل ولا غادي يبدا يضر في ماكلتو ولا. المهم دوك الحبيبات كنحيدوهم. انتما كما كتلاحظوا هذا اللي الزيت الاولاني ديال الفرس، شوفوا اللون اللي عطاو ديال الشعير، هو داك اللون الثاني. هنا غنحاول نخلطهم كما قلت لكم، انا درت كيلو ونص. الا درت الشعير بوحدو غادي يجيني دقيقه، يجيني سلو حرش، واخا غربلتو مزيان وداكشي مع الشعير مصوب على يدي، يعني مطحون على يدي، غربلتو التغربيله الاولى الثانيه وداكشي، واخا هكاك حسيت به جاني حرش شويه، ما بغيتش نغامر ونديرو كامل الشعير، درت النص بالنص، واخا هكاك تبارك الله جا غزال.
على بركه الله الناس غادي نبداو دابا غنبداو التخليط ديال المقادير ديالنا. نخلط المقادير ديالنا كاملين كما عرفتوا هنا عندنا الزنجبيل خلاص راه محمر ومصوب، هنايا اللوز تا هو مفسخ ومقلي ومصوب تا هو، هنا عندنا القرفه، عندنا هنايا جوج كياس ديال الفاني، عندنا هنايا جوج قجيرات ديال المسكه، وهنا عندنا النافع وعندنا النافع هنا واحد الحلاوه، كذلك عندنا واحد نص كاس ديال العسل، من الاحسن الا كان حر ما كانش عسل عاديه كتبقى اختياري الا بغى يديرها. وبالنسبه للزيت زيت بلديه كتبقى حتى هي اختياريه، اللي بغات ديرها ديرها، اللي ما بغاتش ما ديرهاش، يعني لان كلشي القوام ان شاء الله ملي غادي تطحن القوام صافي كيكون فيه الكافي ديالو ديال اليد، ما نحتاجوش ليه ما نحتاجوش للزيت، انا كنزيد كويس الزيت غير باش كتبقى غير باش ممكن ندخل زويته بلديه في وسط، وبعض المرات راه ما تنديرهاش البنات. وسكر كلاصي، هادو هما المقادير اللي غادي نصوبو بطبيعه الحال، بحال هنا راه محمر، انا كما قلت لكم انا راه مخلطه الشعير الدقيق ديال الشعير مع دقيق الفرص، بغيت ندير زعما غير مولفه، كندير صراحه مولفه كل عام تندير غير الفرص وشويه ديال القمح، هذا العام عندي الشعير وقلت خليني نخلطو بالشعير صحي اكثر، درته بالشعير ولكن منين شفت منين حمر الطحين وداكشي بان لي بحال لي حار شويه، درت النص بالنص، درت كيلو ونص ديال الشعير وكيلو ونص ديال الفرص، هنايا راه محل دابا جا هو هذاك رطب، ما رطبش شي بزاف وما جاش شي، باش ما يجينيش يسلو يجيني حار حتى يجيف اولا غادي يجيني رطب ثاني عاوتاني ملصلص. المهم خلطت هنايا باش يجيني الدقيق هو هذاك المقاد، على بركه الله اللي غادي نبداو. هنا كما قلت لكم هنا عندنا الطحينه هو هذا مصوب، بالنسبه للمقادير البنات غادي بالنسبه للدقيق بعدايا الدقيق كل درت 3 كيلو يعني هي خضره، وملي كيتطحن راه كل كيلو كتحيد منه 4 كيلو، باش ديروا في بالكم باش ملي تبغيو بحال دابا بغيتو ديروا كيلو بيل كيلو واقف النيشان غديروا كيلو وربع، باش ديك ملي كي راه كتعرفوا الدقيق ملي كي ملي كيتحمر كينقص في الوزن ديالو، غادي يبقى كتبقى كيلو ولا 4، يعني انا خليته هي هذيك صافي دارت 3 كيلو واقفه، دابا راه تحيدات منهم 4 كيلو 4 كيلو، وغادي نشوف مع التخليطه ملي غتحطي ملي غتطحن لي الماء ملي غتطحنوا لقيتو جاري بزاف راه غادي نزيد حتى انا نزيد الدقيق، ما كانش جاري كان هو هذاك صافي غنخليه كما هو هكا، يعني حتى على حسب اللوز على حسب الجنجلان واللوز واش مزيتين ولا ما كيتطحن واش كيطلقوا الزيت ديالهم بزاف ولا لا، الا كانوا طلقوا الزيت ديالهم راه غادي نزيد شويه الدقيق، ما يطلع يعني كان داك القياس هو هذاك راه غنخليه كما هو على بركه الله. بالنسبه للعبار ديال الجنجلان حتى هو 3 كيلو 3 كيلو ديال اللوز، وبالنسبه للسكر بالنسبه للسكر البنات كل كيلو ديال كل كيلو في المقادير كنديروا معاه 300 400 غرام ديال السكر الثقيل، راه كيجي عادي في الحلاوه ديالو ما كيجيش حلو بزاف، كيدي معبوره هنا عندي 900 غرام غادي نحطها كامله، يعني 300 على حسب كل كيلو، بسم الله على بركه الله. هنا راه درت قبصه ديال الملح مع الطحين هكا. بالنسبه للجنجلان البنات نبدا ندير عبره جوج عبرات في الخلطه اللي غادي تطحن، وعبره في الخلطه اللي ما غتطحنش هكذايا، يعني بالنسبه اللي ما عندهاش الميزان واللي ما عندهاش واللي بغات من الاول تحيد غتحيدي كيلو كيلو غتخليها مجنب وجوج كيلو غديريها في العبره ديالك. غير بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الميزان في الدار ها جوج عبرات هنايا غتطحن، وعبره غادي وعبره نحيدوها نطرفوها صافي، كتمشي هكذا مع المقادير ديالك كتمشي هكذا معاهم هكذا حتى كتسالي. قسمنا الجنجلان دابا غنرجعوا نفس الطريقه مع اللوز، تا هو بالنسبه كما انا قلت لكم البنات كل كيلو بمعلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره بالقبه ديال النافع وحبه حلاوه، يعني 3 كيلو 3 المعالق 3 المعالق، ودرت كذلك المسكه الحره مع مطحونه مع سنيده. شفت هنا الكسعه عمرت، هنا بعد ما درنا الطحين والزنجلان واللوز غادي نديروا 3 المعالق كل كيلو ديال كل كيلو ديال الدقيق كنديروا فيه معلقه كبيره ديال النافع ديال النافع هنا غنضيفو جوج صاصيات ديال الفاني لي كيعطي واحد الريحة زوينة في السلو، هنا البنات الكوزة نسيت ما قلتهالكمش قبيلة غنديرو غير راس معلقة غير راس معلقة صغيرة ديال الكوزة، صافي
صافي دابا غادي نرد هاد المقادير ديال هادو. هادو دابا ما كنحتاجوهمش، هادو غادي نخليوهم للتزيين، هادشي سالينا منه. غيبقى لنا غير العسل وزويته البلديه وهادو والزنجلان، هادو غيبقاو لنا للتزيين. وهادو دابا غادي نخلطوهم باش غادي نديوهم يطحنوا. ومن الاحسن اللي عندها طحانه بحال ديال الدار، الطحانه دابا جداد اللي خرجوا، طحنوا في دارها احسن، يعني كيخرجوا لي دم ديالهم. ما كتحتاجي لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه، ما كديري لا زيت تسخنيها ولا زبده ولا حتى شي حاجه، غير بلي دم ديالهم، بلي دم ديال الزنجلان وديال اللوز، كي صافي صافي كيتعلق السلو ديالنا. كما قلت لكم البنات، البانيو ديالي خلاص ديال قلت لكم، خاص عندي غير ديال السلو ودير شي حاجه كذا ديال الماكله ديال الطياب بحال الدجاج بحال شي حاجه كذا، عندي خاص غير هذا الشيء مغسول ومصوب ونظيف. دابا غادي نهزك المقادير بسم الله على بركه الله، وغادي نخلطهم مزيان باش نديرهم في السطيل ونديهم للطحان الزنقه باش يطحنوا. وعاد غادي نكمل معكم الطريقه باش كنشكلوا، طريقه مخالفه شويه. بسم الله على بركه الله. صافي هكذا هو، نخلطوا المقادير ديالنا كاملين. تبارك الله هكذا كيبقى صحي، ما فيهش لا دم كاع، لا فيه لا زيت، ما فيه لا زبده. هاد البنات السلو من بعد ما تطحن، هنا راه مطحون هاد اللي ديما اللي عليه، ماشي شي دم، راه غناشف غير الوجه دابا معاك كنفصل وتحط بحال اللي طلعت شويه دو، ولكن راه هو كتحسي به، كتحسوا به هو راه يعني راه ميد دم من غير الزنجلان، غير بيدم، غير الزنجلان، غير بلي دم الزنجلان واللوز، ما فيه حتى نقطه ديال الزيت. دابا ان شاء الله غادي نزيدوا ليه داك القوام الاخر، الزنجلان مهرمش وشويه اللوز تاهو مهرمش، باش تبقى فيه ديك العضه مقرمشه. هاهو داك كيجا دار مصوب دابا غير بالشعير. بالنسبه لهاد الزنجلان اللي بقاو واللوز، غادي ناخذ جوج زلايف ديال الزنجلان نخليهم صاينين، والباقي غادي نهرمشوه غير شويه، غير واحد جوج ضربات بالماكينه غير غادي تهرمش وصافي، وغادي نحيدوه. وبالنسبه لدوك جوج ديال الزليفات ديال الزنجلان، وحده غادي نستعملوها كذلك للتزيين من الفوق، وحده غادي نديروها في وسط مع السلو لداخل. حتى اللي ما عندهاش الماكينه تحاول تغير ترمش غير بمهرز هكذا ولا شي حاجه كيما اي اله عندها، ولا مهرز هكذا غير ترمشو غير شويه، حتى ديك العضه كتكون عامره في الاخر. نفس الطريقه غادي نديروها مع اللوز. اللوز غادي نهرمشوه كامل. وبالنسبه للوز البنات، غادي نتوما كي كتلاحظوا راه غادي نغربلو في الكسكاس، باش ديك اللوز اللي مدهوق بزاف ديال ديك الغبره ديال اللوز اللي مدهوقه بزاف، داك الطريفه ديال اللوز اللي مدهوقين بزاف كينزلوا لي تما في ديك الجبانيه، باش هما اللي كنخلي التزيين من الفوق، وكيخرج واحد الحبيبات غير صغيورين كيجوني مقادين، كيخرجوا دوك الثقيبات ديال الكسكس كيجوني مقادين، باش كنزيد عليهم الزنجلان هما اللي كنخليو التزيين الفوق، الباقي كندير فوسط السلو. انا شفت شي حبيبات مازالين كبار وليت عاود طحنتهم، هانتوما كيما كتلاحظوا فوق ما طحنت كنبدا ندوز داك اللوز كامل، كندوزو داك في الكسكس باش كتهبط ديك داكشي اللي تضهق مزيان كيهبط لي لتحت، هو اللي كنحتاج باش نزوق به باش نديرو على وجه السلو من الفوق. وكيجيوني الحبات ديالو مقادين هكذا، كيجيو مقادين كيبان لي الا كانت شي حبه كبيره ولا شي حاجه كنحيدها كنعاود ندوزها. كما كتلاحظوا انتما كتشوفوا هذا الاكثر راه مدهوق، نزلوا ديك الحبات اللي نزلوا اللي نازلين فيه راهم مقادين، يعني على حسب العين ديال الكسكاس. والباقي صافي هو داك حتى هو شتي كي جا التهرميشه ديالو جات مقاده، ما جاش كبير بزاف ما جاش صغير، يعني كيبان في العضه ديالو. دابا انا حيدت انا زلافه ديال الزنجلان صاين، يعني ما مطحونش، خلطتو مع ديك الغبره ديال اللوز، هذا هو اللي نخلي التزيين هذا بوحده، وانا حيدتو الباقي صافي غادي نخلطو مع السلو ديالي اللي مطحون. كما كتلاحظوا هنايا صافي السلو ديالي هو داك كنزلو حيدتو من السطل، هذا اللي مطحون غير بالزويته ديالو، وداك راه كما كتلاحظوا راه مجموع غير بالزويته ديالو. غير الزيت ديال الزنجلان والزيت ديال اللوز،
نتوما كي كتلاحظوا التقطيعه ديالو باين تبارك الله غير يعني بالزويته ديالو صافي، راه ما عندهم كافي الزيت ديالو، ما يحتاج لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. اللي ما عندهاش البنات اللي ما عندهاش اللوز تعوض بكاوكاو، فعوض اللوز دير كاوكاو حتى لا كاوكاو تيطلق اللوز تيطلق الليدام ديالو صافي. هنا كنضيف المقادير، غنضيف المقادير كامله اللي عندي اللي هنايا زنجلان صايان واللوز وداك الزنجلان اللي مهرمش شويه، وغادي نضيف هذا اللوز حتى هو اللي مهرمش. ايوا هنايا شويه كيشوي العمل كيشوي شويه ديال الخدمه، هنا كيحتاج شويه ديال العريك وداكشي باش دوك المقادير كاملين يدخلوا في وسط يتخلطوا مع داك الصدور الاخر اللي مدهوق. هنا شويه ديال الخدمه هنايا، راح حاولت نسرع الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. هانتوما كما كتلاحظوا بعد ما تماره و والعريك مزيان، هانتوما كي كتلاحظوا النتيجه تبارك الله، هو داك السلو ديالي راه تبارك الله هو داك ندمج دوك العناصر ندمجوا بيناتهم. شوفوا يعني القوام باين في وسط السلو باين، والتحميره ديالو شوفوا الشكل ديال الاخر ديال الطحين يعني ما محروقش، يعطي اللون الزويون مذهب ماشي داك اللون الكحل المحروق، وباين فيه القوام باين الزنجلان باين فيه اللوز يعني كلشي باين فيه، وفيه زعما التقرميشه فيه مزيانه. اوكي تجمعتو ما كتلاحظوا الاخوات كيتجمع غير بمجموع غير بالزويته ديالو يعني ما خاصوش ليدام يعني ما غنزيدو ليدام ما ناقص زعما فيه ما فيه لا زياده لا نقصان. بالنسبه لمين طحنتو راه طحنتو غير مره وحدايا، طحنتو مره واحده والنص، وليت طحنتو المره الثانيه كنت يزيدني النص الطحنه الثانيه صافي الله جاني داك القياس، ما جانيش جاري بزاف وما جانيش ناشف. مع كما كتعرفوا الطحين ديال الشعير كيشرب يعني كيشرب ماشي شي طحين اللي كيطلع لي دم ديالو داكشي كيشرب شويه، ولكن زعما كيجي يعني عادي كيجي مزيان مع هاد القوام وهاد الشيء القياس كيجيني عادي. هنا البنات دابا تزنا باش غادي نشكلو شكل السلو ديالي الشكل اللي سميتو، كناخد لاطا كبيره ديال لاطا البنات ديال الفران كبير، هنايا مع التصوير كجاي بعيد هادي لاطا كبيره ديال الفران كبير يعني هي اللي كنخرج ديما يعني قابطه العبار ديالي ديال السلو ديالي قابطه كيخرج لي لاطا واحد لاطا اخرى صغيره صافي. هنا كنحاول نقاد كنعمر لاطا وكنحاول نقادها كامله، كنشوف البلايص اللي خاويين والبلايص اللي مايلين في داكشي كنجيبها مقاده باش كتجيني على قياس على دوك الحواف ديال على دوك الجناب ديال لاطا باش كتجيني قياس واحد يعني قابطه القياس ديال الاخر. كنحاول ندكس يمكن ولا نضغط على داك السلو كامل هكداك ما كنخليش الفراغ باش يقبط لي بلاصتو مزيان. المهم الكاز العنبه ديما حاضر معانا، هو داك كاز العنبه كندوز به مع الدلاك ما تيقبطليش دوك الجناب ما تيضغطليش عليهم، كنخدم بالكاز العنبه كنبرك عليه ما تخافوش راه كنبرك عليه هكداك ما كيعوط لي دوك الجناب وداكشي مزيان صافي. من بعد ما كندكسو داكشي مزيان كنتاكدو منه كناخدو داك الزنجلان اللي بقى داك الزنجلان اللي صاين هو وداك الغبره ديال اللوز كنعاودو صافي كنبدا نلوحو هكذا كندردروهم فوق اللاطا ديالنا هكذايا ايوا نعاودو لنفس العمليه عاود نضغطو مزيان وداكشي كنستفو مزيان كنحاولو نستفو مزيان على الاطراف ديال اللاطا كامله وكنخدموه هكذا بالدلاك وبالكاس نفس الطريقه اللي درنا في الاول، غير هنا كنعاودو ندخلو داك الزنجلان والاخر كندخلوه مزيان. البنات راه ما تخافوش بالنسبه للزنجلان وتقولوا زعما كيتفرتت ولا شي حاجه راه كيدخل مزيان، انتما كما كتلاحظوا صافي غير كدلكي مزيان شويه، وبالاخص الا خدمتيه وخليتيه واحد الساعه ولا ساعتين صافي غير كيهدنا كيرصى داك السلو داكشي راه كيطلع ديك الزويته ديالو، عاودي دوزي عليه غير شويه راه كيقبط. هانتوما كما كتلاحظوا ما كيطلعش نهائيا دوك الحبات الزنجلان ولا ديال الاخر، يا كيكون قابط صافي راه قابط بلاصتو صامت، كيكون قابط بلاصتو مزيان ما تخافوا عليه ما غيتفتت ما حتى شي حاجه. هانتوما كما كتلاحظوا راه كندوز عليه صبعي وداكشي راه ما كيطلع حتى، كنا متاكدين بانه ما غيتفتتش والمذاق رائع وغزال كيجي روعه. هذا القياس هذا كيجي غزال بالنسبه لتقطع الغزال ديالي، كل وحده غتقطع على حسب الشكل اللي بغات وعلى حسب القياس اللي بغات. تستعمل ليك يعني تستعمل صبعان هي تستعمل مسطره بحال هكذا، يا تاخذ شي كارط هكذا وتقطع القياس اللي بغات وتحطو وتبدا تعبر عليه، ولا تخدم غير عينها ميزانها بحال انا دابا مولفه كنقطع عيني ميزاني صافي عارفه القياس ديالي ديال اللاطا ديالي وعارفه القياس ديال اللي عندي في الطول اللي عندي هكذا في الارتفاع واللي المهم تنعرف القياس ديال الكارو ديالي كي غادي نديرو. هنا غادي نحاول ندير غير جوج سميتو هكذا بحيث عالي يعني غير غادي نعلم هكذا صافي غنبقى ماشيه هكذايا على هاد القياس هكذايا عيني ميزاني حتى تقطع بسهوله. المهم كديري نتي عينك ميزانك وكتقطعي كما قلت لكم على حساب العبار اللي بغيتي نتيا.
صراحه مقوم وداك الشيء كتاخذي غير طريف ولا تبارك الله راه حتى مقوم راه حتى غادي يعني كيشبع وكيقهن. صافي غنبقى تابع هكذا بالتقطع هكذا ديما انا ماشيه بجوج صبعان، وانتوما غتقطعوا كما قلت لكم اللي ما عارفاش تقطع بمسطره ولا تقطع شي طريف هكذا ديال الكارطه هكذا ودير العبر اللي بغات باش بدا تمشي عليها هكذا، ماشي حاجه اللي تساعدها. وانا دابا راه مولفه تنقطعوا ديما هكا. صافي انا غادي نكملوا كامل هكذا بالتقطع وعاودوا وهنايا عاود نفس الطريقه غادي نديرها معاه بالطول. دابا قطعتو هكذا بالعرض عاود نفس الطريقه غادي نديرها معاه بالطول هكذا. المهم هنا عيني ميزاني شوف باش ما نجيبش كرويات صغار نديرهم شويه عامرين لان راه فيه الارتفاع البنات ما تنساوش بالنسبه للتقطيع هكذا يبان لكم الكارو صغير هو راه فيه الارتفاع هكذا راه كيجي انا غادي نقطع طريف نهزو غادي تشوفوه كي داير. صافي غادي يمشي هكذا عيني ميزاني هكا. انا راه قلت لكم صافي القياس دابا بين عيني صافي هو دابا تقطع لنا كرويات هكذايا. غنحاول دابا نهز معكم نوريكم واحد الطريف كي جا دائما غادي نبداو من الطرف. بسم الله ضروري الطرفانيين هادو كي صافي حتى في الهزه هكذايا كيجي زويون كيجي غزال. ها هو دابا البنات نحاول نهز لكم طريف تشوفوه ها العرض ديالو ها السمك ديالو هنايا الوجه ديالو كيجي الوجهه ديالو كتجي هكذايا كتجي هكذا فيها هاد الزريع هكذايا كتجي عاطيه العين وكيجي هكذا حبيبات هنا من تحت كيجي هكا ندريسي هكا ما الشكل ديالو هكا. صافي كيبقى يتقطع لك هكذا طريفات كديريه كرويات هكذا وتتحطيه ما يضر ما حتى شي حاجه كتاكليه وعينك مغمضين ما تخافي لا يضرك ولا يقهمك ولا ما فيه لا زبده ما فيه حتى حاجه. هو الثلاجه بحال دابا انا هذا غير نديره غير ديال الثلاجه العادي غير كنقطعه الاخر كيعذبني هكذا في التستيفه كيبدا يتكمش كنبقى حاصله معاه. صافي وتناخذ الطريفات ديالي وتنبدا نستفهم. ما ديروش البنات الكارط ديال الزبده اللي عندها الكارط الزبده ولا ما تفرقوش بالكارط لان الكارط كيشرب داك ليدام ويقدر كيطلق واحد الريحه خايبه بالاخص الا ما درتوش في الكونجيلاتور كيطلق واحد الريحه خايبه. صافي هكذا حتى كنكمل كنبقى عليه هكذا كما قلت لكم راه كيجي ساهل هو دابا هكذا كيجي طريفات ساهل وكتحطيه كيجي لفت الاستيفه ديالو كيجي ساهل وفي الهزان ديالو كيجي ساهل. صافي راه مقطع كتبدا تهزي طريف بطريف. صافي نبقى عليه هكذا حتى كنعمر هاد البارت حتى كنعمر هاد التفريشه كامله ونقلب البلاستيك يعني مع صافي دابا هكذا اللي صوبنا تستيفان هكذا باش يبان لكم هاد التستيفه ديالي الاولى هي جات هكذا. صافي غادي ناخذ البلاستيك ديالي وغادي ندير له هكذايا غير باش ملي كيتكونجلا ملي كتحيدي كتاخدي طريف الطريف باش ما لصقناش الطرف مع بعضياتهم. صافي هكذا راه متيوقع له والو متيلصق ما حتى شي حاجه ما كتكون فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه تيبقى غزال بحال اللي عاد مصوبه. انا هذه هي طريقتي اللي مولفه سنين وانا كنخدمها. ما شاء الله متيوقع له حتى شي حاجه تيبقى في الطيبه ديالو كل ما كيسلو كل ما كيقطو المده ديالو كل ما كيلدد وكطلق في ديك المواد ديالو كطلق داك المنافع ديالو وداكشي وكيلدد اكثر. المهم انا شاركت معكم الطريقه ديالي في السلون نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وطريقه مختلفه. ما تنساونيش البنات اللي شاف الفيديو ديالي واستفاد منه وصل لهاد المرحله هذه ما تنساونيش ملي لايك ديالكم باش يطلع الفيديو والاشتراك اللي ما مشتركاش وبارطاجيوهم على العائله والبنات اللي مازالين عاد في البدايه ديالهم عاد كيتعلموا الطبخ كيتعلموا هادشي ديال الاخر بارطاجيوه معكم مع العائله مع الاحباب. مابقى لي غير نقول لكم البنات خليتكم على خير حتى الفيديو اخر ان شاء الله نكمل انا التستيفه ديال نكمل التستيفه ديالي ديال هذا ونكمل الباقي اللي مازال عندي راه مازال عندي باقي عندي هنا.